السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا باشمهندسين. أتمنى إن شاء الله تكون الجميع بخير. بإذن الله إن شاء الله أكون معاكم النهاردة وهنبتدي كورس فيزيكس 2. الكورس نمبر زي ما حضراتكم شايفين BE114، وده الترم الثاني. إن شاء الله بإذن الله الجايد بتاعنا هيكون هو عبارة عن الكتاب اللي موجود على الكورتكس في على الموديل، كتاب سيروي. ومعاكم ان شاء الله معاكم محمد عبد الظاهر، انا استاذ في كليه الهندسه. فنبتدي نشوف اول محاضره النهارده باذن الله في الكورس بتاعنا. الكورس هو عباره عن هيت اند ثيرمال بروبرتيز اوف فلويد. الكورس بيختلف اختلاف جذري عن اللي ما تم دراسته في فيزيكس 1، لان هنا الكورس اكيوميليتد، المعلومات اللي فيه اكمل، كل تقريبا الكورس كله هو معلومه واحده غير فيزيكس 1. فلذلك الكورس ممتاز جدا، especially بالذات لبعض التخصصات. هو طبعا ايا كان طالب هندسة لازم يستفيد من الكورس، ولكن في بعض التخصصات منها الهندسة البحرية، الهندسة الميكانيكية، الصناعية، الكهرباء، فمهم جدا ان يهتم بكل تفاصيل الكورس، ولازم يعمل لي مذكرة بسيطة كده لكل ما يقال في الكورس، وهتنفعه ان شاء الله الترمات اللي جايه، لان في كورسات فيما بعد ذلك بري ريكويزيت لهذا الكورس. طيب نبتدي نشوف كده احنا هنعمل ايه. اولا عشان في بعد كل محاضره او عشان بعد كل محاضره ان شاء الله باذن الله في بعض من المعلومات. المعلومات دي زي ما انا قلت ان الكورس اكيوميليتد، بمعنى ان كل محاضره بكمل المحاضره الثانيه، بكمل عن المحاضره الاولانيه، ليست محاضرات منفصلة. خلي بالكم دي نقطة في غاية الأهمية. طيب هنعمل ايه، هنشتغل ازاي؟ طبعا عشان تكون طالب متفوق، تكون طالب بقى متميز ان شاء الله في سوق العمل بعد كده، ان المفروض اي معلومة بتتقال لازم تذاكرها كويس. وكلمة مذاكرة كويس معناها ان انت تبقى قاعد مركز كويس جدا، اي تفصيل اي معلومة عاوزها طبعا احنا تحت امرك، وفي اي وقت محتاج اي طالب محتاج اي حاجة احنا تحت امره في اي وقت. مع نهاية كل محاضرة في تارجت معين لازم نوصل له ان شاء الله باذن الله. هنحاول نبسط المعلومة ونحاول باذن الله في الاخر نطلع معلومات قيمة جدا. طيب يمكن في على السكرين زي ما حضراتكم شايفين، المفروض انك عشان تكون طالب متفوق المفروض تعمله، المفروض محاضرة بمحاضرة تتذاكر، تكون قاعد مركز كويس جدا في ان شاء الله باذن الله في خلال السكشن في ورك اوت لازم يتعمل، يعني شوية نصايح بسيطة جدا، ولازم تبذل مجهود عشان تكون مهندس متفوق بعد كده ان شاء الله. طيب نشوف الكورس بتاعنا. احنا الكورس باذن الله هو عبارة عن هيت اند ثيرمال او ثيرمو داينامكس. فنبتدي في الاول كده بمعلومات مبسطه بسيطه المفروض او يجب ان اي مهندس لازم يكون عارفها، وما ينفعش، لازم يكون عارفها كويس جدا. طيب ان شاء الله باذن الله دي الفيرست ليكتشر، دي المحاضره الاولانيه. الاوبجكتيف بتاعتنا ايه؟ هنعرف 3 بوينتس. في 3 بوينتس عندي المفروض اكون عارفها. اولا هعرف التمبريتشر والزيرو لوف ثيرموداينامكس، هبتدي اعرف الثيرمومترز والسكيلز بتاع التمبريتشر، وهنعرف برضو معلومه اخيرا عن الثيرمال اكسبانشن في السوليد اند ليكويد. طب نبتدي كده ناخد اول بوينت. اوكي بص يا باشمهندسين، اول بوينت عاوزين نتكلم على ايه الفرق ما بين، يعني ده شيء مبسط جدا، ايه الفرق ما بين الهيت والتمبريتشر. تمام، الهيت زي ما احنا عارفين هي شكل من اشكال الانرجي، هي فورم اوف انرجي. اوكي، وطبعا اليونت بتاعت الهيت ميجرد ان جول. طب الهيت انا بقول هي شكل من اشكال الانرجي، دي ريليتد لمين؟ دي ريليتد للكاينتيك انرجي للموليكيولز اللي بتعمل لي الفايبريشن في الماتيريال او السبستنس اللي عندي. فبالتالي لما بيكون في فاريشن في الكاينتيك انرجي للموليكيولز بتاعت الماده، فبالتالي بقول في انرجي، يعني ان انا لازم اقيس الانرجي او قيمه الكاينتيك انرجي اوكي بالجول. لكن التمبريتشر هي عباره عن فيزيكال كوانتيتي او سكيل للتمبريتشر. اوكي، يبقى التمبريتشر هي سكيل للهيت،
يعني ببتدي اقيس الهيت دي عن طريق التمبريتشر. وطبعا في ديفرنت سكيلز، في السليز زي ما هنشوفها حالا دلوقتي للديفرنت تايب اوف سكيلز. اوكي، يعني نقدر نقول ان التمبريتشر هي عباره عن الافريج او ريليتد للافريج كاينيتك انرجي للبارتكل في الماتيريال اللي عندي او السبستنت اللي عندي. لو حضراتكم بصيتوا كده على السكرين اهو، هنلاقي فيه كده كومباريزون بسيط جدا انا حاطه زي ما حضراتكم شايفين اهو، في هنا كومباريزون بسيط ما بين الهيت والتمبريتشر اهو. اوكي، ده شيء مبسط جدا كده ممكن اي حد يقراه. طيب يبقى اذا لازم افرق ما بين الهيت والتمبريتشر. طيب خلاص، يبقى الهيت هي عباره عن فورم اوف انرجي جول، لكن التمبريتشر ده هي فيزيكال كوانتيتي او سكيل للهيت. اوكي، طيب نيجي بقى نشوف عشان نبتدي نتكلم، اول حاجه ابتدي على اتكلم على حاجه ما يسمى بالثيرمال ايكوليبريم. الثيرمال ايكوليبريم معناها ايه؟ معناها ان لو انا عندي تو اوبجكتس الاثنين في حاله كونتاكت، اوكي، مفيش اي اكستشينج للانرجي بيتم بين التو اوبجكت، يعني مفيش اي اكستشينج للهيت انرجي باستخدام الهيت او الالكترومغنيتيك راديشن، مفيش اي اكستشينج بيتم. فبالتالي في الحاله دي، ان لو وصلت للمرحله دي بقول والله التو اوبجكتس اللي عندي في حاله ثيرمال ايكوليبريم. يبقى كلمه ثيرمال ايكوليبريم معناها ان التو اوبجكتس اللي عندي الاثنين مفيش اي انتقال للحراره بين الجسمين اللي عندي. طيب ولذلك تم وضع ما يسمى بالزيرو لو ثيرموداينامكس. يمكن احنا لو بصينا على السكرين هنا اهو، الزيرو لو ده شيء بسيط جدا كده. لو انا عندي تو اوبجكتس اهم بي والاي، الاثنين دول في حاله ثيرمال ايكوليبريم، خلاص الاثنين في حاله اتزان حراري ثيرمال ايكوليبريم. وفي نفس الوقت ذا سيم تايم الاي والسي الاثنين برضو دول في حاله ثيرمال ايكوليبريم. فبالتالي طالما البي مع الاي والسي مع الاي في حاله ثيرمال ايكوليبريم، فالزيرو لو ثيرمودينامكس قال لي ان المفروض لوجيك ان السي والبي الاثنين في حاله ثيرمال ايكوليبريم. تمام، طيب يبقى ده ما يسمى زيرو لو ثيرمودينامكس. وممكن اهو بص يا باشمهندسين اهو، ده الستيتمنت اوف زيرو لو ثيرمودينامكس. اوكي، طيب يبقى احنا كده تاني نقطه عرفناها ايه هو زيرو لو ثيرمودينامكس، وده تطبيق على الثيرمال ايكوليبريم. طيب نيجي بقى نشوف النقطة الأولانية عندنا إيه هي؟ إن أنا عاوز أشوف إزاي أقيس أو إيه هو السكيل أوف تمبريتشر. طبعًا هستخدم ثيرمومتر، وإحنا عندنا زي ما حضراتكم شايفين إن في ديفرنت تايبس أوف ثيرمومترز، زي ما شايفين على السكرين في أنواع كتير جدًا من الثيرمومترز. أوكي؟ ديبينس على إيه؟ بتعتمد على إيه دي كلها؟ بتعتمد على تغير صفة معينة في الماتيريال. على سبيل المثال عندي ثيرمومتر بيحتوي على ميركوري زئبق، فالزئبق ده بيحصل له عمليه اكسبانشن مع الهيت، فخدت عمليه الاكسبانشن دي كجايد ان انا اقيس درجه الحراره التمبريتشر بتاعتي. في بعض الثرمومتر فيها الكحول، الكحول برضو بيحصل له عمليه اكسبانشن، وهكذا. في انواع ثرمومتر اللي هي الديجيتال واللي موجوده بيننا الايام دي كتير. الديجيتال دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الفاريشن في درجة حرارة ريزيستنس موجودة داخل الجهاز اللي عندي. لان احنا درسنا في الكورس في فيزيكس 1 ان لو انا عندي ريزيستنس فبيحصل فاريشن في الفاليو في ريزيستنس مع تغير درجة الحرارة مع الفاريشن في التمبريتشر. فبناء على ذلك فاستخدمناها ان بيتم عمل عملية كاليبريشن، ان انا ابتدي اقول والله في هيت، عملت ديتكت للهيت، فبالتالي اقدر اقول الهيت دي يناظرها درجه حراره قد كده. اوكي، طيب يبقى عندي انواع كتير، وطبعا في انواع بتختلف طبعا على بتعتمد على الفاريشن ما بين البريشر والفوليوم، انواع كتير جدا من الثرمومتر. طيب عاوزين نشوف ايه هي السكيلز المختلفه. طيب احنا عندنا 3 سكيلز، يمكن في امريكا بالذات في اليو اس اي بيستخدموا سكيلز وهم متمسكين بيه جدا، وهو الفهرنهايت، ما يسمى بالفهرنهايت، ده سكيل معين. اوكي، طيب
في بقية دول العالم كلها بتعتمد على سيليزيوس أو الكلفن، وغالبا اس اي يونت بستخدم الكلفن. اوكي طيب، عاوزين نعرف الفرق ما بينهم. اوكي طبعا الثرمومترز دي بيتم عملية كاليبريشن ليها اعتمادا على سكان دي فيها ميركوري او فيها الكحول زي ما يكون. اوكي طيب، ايه الفرق ما بين الثلاثة؟ انا عارف كويس جدا ان لو انا عندي ووتر، شوية ووتر ات اتموسفيريك بريشر، يعني ده خلي بالكم كونديشن مهم جدا، لو انا عندي شويه ووتر ات اتموسفيريك بريشر يعني تحت الضغط، تاثير الضغط الجوي العادي بتاعنا. اوكي المفروض البويلنج بوينت للووتر دي هي 100. اوكي طيب الزيرو، الزيرو بوينت نقدر نقول دي الفريزنج بوينت بتاعتي. اوكي يبتدي فيها الووتر يتحول لفيز مختلف والسوليد فيز اللي هو الايس. طيب فلو جينا هنا على انا هاخد بس ابتدي بسليزيوس سكيل اهو، ادي زيرو بوينت، دي زيرو بوينت اللي عندي دي بتمثل الفريزنج بوينت اوف ووتر، اهي فريزنج بوينت اوف ووتر. طب نطلع كده لحد ما نوصل 100، دي بتمثل البويلنج بوينت اوف ووتر. اوكي طيب نروح للفهرنهايت سكيل، الفهرنهايت سكيل هنا عندي الزيرو بوينت بتاعته، بس مش هقول زيرو، ها خليناها كام 32، يبقى السكيل ده هو ابتدى من عن 32، هو السكيل هم حرين بقى عاوزين يستخدموا السكيل بتاع الفهرنهايت. اوكي يبقى اذا الفهرنهايت هيبتدي من 32. طب ينتهي فين البويلنج بوينت اللي عندي؟ البويلنج بوينت اللي هي كورسبوندنج لل100 هي عباره عن كام؟ 212 فهرنهايت. طيب نبص بصة صغيرة جدا كده، الديفرنس بتوين الزيرو لل 100، الديفرنس ده كام؟ ده عبارة عن اهو 100 سيليزيوس ديجري. طب الديفرنس بتوين ال 32 وال 212 كام؟ ها 180 فهرنهايت. يبقى خلي بالكم دلتا تي هنا، الدلتا هنا والدلتا هنا، طبعا الدلتا دي ب 100، الدلتا دي اهو 180 180 درجة. طيب لو رحت للكلفن سكيل، الكلفن سكيل هو تقريبا السيليزيوس سكيل، ولكن بقول عليه بلس 273، بمعنى ان الزيرو بوينت اهي اللي هي الفريزنج بوينت اللي هي نقطه التجمد بتاعي، الفريزنج بوينت للووتر هنا كورسبوندنج لايه؟ 273.15 تقريبا ابروكسيميتلي بناخدها 273 على طول، 273.15 باخدها على طول 273. اوكي طيب البويلنج بوينت عندي، البويلنج بوينت كام؟ اه 373. يبقى معنى ذلك الدلتا تي هنا الفرق ما بين الفريزنج بوينت والبويلنج بوينت كام؟ 100 كلفن. اوكي طيب يعني معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك هنا زيرو، هنا يناظروا على طول كام؟ 273. يبقى بمعلومه بسيطه جدا، انا لو عاوز اعمل كونفيرت من السليزيوس للكلفن، يبقى اي درجه حراره عندي هنا بلس 273 على طول، وزي ما هنشوف هاي وانا حتى كتبها لكم تحت. اوكي طيب قبل بس ما نسيب السلايد دي، لازم الطالب يكون عارف، ولازم اي مهندس يكون عارف كويس جدا ازاي يعمل كونفيرت، يحول من فهرنهايت لسليزيوس او العكس، او من فهرنهايت لكلفن وهكذا. طب نربط ما بين الثلاثه دول ازاي؟ اهو بص يا باشمهندسين، طبعا قبل ما اجيب السلايد الثانيه مهمه معلومه كده بسيطه ولكن مهمه جدا، الديفرنس هنا، الديفرنس هنا الدلتا تي من الزيرو ل 100 100 اهي. طب الدلتا تي من 273 ل 373 برضو 100. يبقى معنى ذلك الدلتا تي في حاله الكلفن ايكوال الدلتا تي في حاله السليزيوس. اوكي طب دي معلومه في غايه الاهميه. طيب احنا لو بصينا كده اهو، بصوا كده يا شباب اهو، انا لو عندي بقى درجه الحراره، لو عندي درجه الحراره هنا اهو، عندي التمبرشر بتاعتي بسليزيوس، عاوز احولها فهرنهايت، عاوز احول فهرنهايت اهو، بستخدم الايكويشن دي 9 اوفر 5 فهرنهايت بلس 273. ايه 9 اوفر 5 دي جت منين؟ تمام دي معادله ستاندر عندي، عندك التمبرشر بالفهرنهايت ممكن تحطها هنا تحسب السليزيوس اهي، يمكن انا بسطتها لكم اهي في الناحيه الثانيه. طب دي جت منين؟ 9 اوفر 5 هتلاقيها تظهر عندي في المعادلات كلها، دي جت منين؟ جت من هنا، بصوا حضراتكم اهي هنا الدلتا تي، دي الدلتا تي بكام؟ الفرق من هنا لهنا كام؟ 180.
طب الفرق من هنا لهنا 100 ديفايدد بقى 180 اوفر 100 هيدينا على طول 9 اوفر 5. نقسم ال 180 اهو على 100 هيدينا 9 اوفر 5. لذلك بتظهر عندي اهي ال 9 اوفر 5 دي. يبقى دي جت منين؟ جت من الديفرنس بتوين الدلتا تي في حاله الفيرنهايت اوفر الدلتا تي في حاله السليزيس. اوكي اهي اهي يا شباب بصوا يا باشمهندسين اهي ادي الدلتا تي في حاله الفرق في السكيل في حاله السليزيس 100 ديجري، الفرق في السكيل في حاله الفيرنهايت 180 اهم ديفايدد على بعض الاثنين هيديني 5 اوفر 9. يبقى اذا الدلتا تي سي ايكوال 5 اوفر 9 دلتا تي فهرنهايت. اوكي مع الاخذ في الاعتبار زي ما حضراتكم شايفين هنا ان الدلتا تي في حاله السليزس زي ما احنا اتفقنا هي ايكوال الدلتا تي في حاله الكلفن الاثنين قد بعض ايكوال كام؟ 5 اوفر 9 في الدلتا اف في حاله الفهرنهايت. يبقى اذا دلوقتي انا لو عندي التمبرتشر بتاعتي فهرنهايت سليزيوس او كيلفن ممكن احول من اي حاجه للتانيه على طول بطريقه مبسطه جدا باستخدام الايكويشن البسيطه اللي قصادكم ده يا باشمهندسين. طيب يمكن ده اكزامبل كده بسيط جدا زي ما حضراتكم شايفين اهو عشان نشوف ازاي انت هتبتدي تعمل ابلكيشن ازاي هتطبق الكلام ده. نشوف مساله كده مبسطه سريعا كده. هنا بيقول لي التمبرتشر ديفرنس بتوين انسايد اند اوتسايد at home on a cold winter. يعني في حاله واحد عايش جوه بيت اوكي قال لي الفرق ما بين الانسايد والاوتسايد تمبرتشر كام؟ ها 57 فهرنهايت زي ما حضراتكم شايفين 57 فهرنهايت. فبيقول لي لو سمحت اكسبريس ذيس ديفرنس بالايه؟ احسبها لي بالسليزيوس اند كلفن سكيل. اوكي يبقى اذا ال 57 دي وطبعا طلبه كتير بتغلط فيها ال 57 دي بي ريبريزنتد ايه؟ دي قال الديفرنس بتوين ديفرنس يعني دلتا. اوكي يبقى ال 57 دي هي دلتا اف بحيث ان دي بتمثل الدلتا في حاله الفهرنهايت سكيل. اذا يا باشمهندسين لو بصينا كده على السلايد بص كده المساله هو اللي عطوني ان الديفرنس في التمبرتشر بتوين الاوتسايد والانسايد كويس ايكوال 57 فهرنهايت. عاوز احول الفاليو دي لسليزيوس بسيطه جدا اهو زي ما احنا شايفين كده انا عندي الدلتا تي سي الفرق في السكيل او سليزيوس سكيل على الدلتا تي اف الديفرنس في الفهرنهايت سكيل ايكوال 100 اوفر 180. يعني معنى ذلك الدلتا تي سي اهو لو رحنا شفناها هنا على اهو الدلتا تي سي الديفرنس في السليزيوس سكيل ايكوال 5 اوفر 9 في الدلتا تي اف. بالتالي طب سبستيتيوت على طول بالدلتا تي اف اللي هي 57 فهرنهايت هيديني الدلتا تي سي او الديفرنس على السليزيوس سكيل ايكوال 31.7 ديجري. اوكي يبقى اذا انا دلوقتي عبرت عن الدلتا تي اف او الديفرنس في الفهرنهايت عبرت عنه كديفرنس بالسليزيوس سكيل. طيب عاوزين نحول بقى للكلفن سكيل او الكلفن يونت. اوكي ما احنا عارفين ان تي او درجه حراره التمبرتشر بالكلفن ايكوال تي سي بلس 273. اوكي اروح جاي طيب اثبتنا وشفناها من شويه ان الدلتا تي سي ايكوال دلتا تي على السكيل اوف كلفن سكيل. يعني معنى ذلك ان الدلتا تي في حاله استخدام الكلفن سكيل ايكوال الدلتا تي في حاله استخدام السليزيوس سكيل. يعني معنى ذلك ايه؟ ان الدلتا تي على الكلفن سكيل هي نفسها الدلتا تي سي الايكوال 31.7 كلفن. اوكي وده احنا اثبتناه من شويه. طيب يمكن دي مساله كده بسيطه وان شاء الله هيكون في ابلكيشنز وفي مسائل عندكم في الكتاب واتمنى تستخدموا الكتاب لان الكتاب موجود على الموديل على الكورتكس بلاتفورم. فارجو منكم تروح تفتح شابتر 19 وتبتدي تقرا المعلومات المبسطه دي وهتلاقي في اكزامبلز وفي مسائل اكوردنج للكورس اوتلاين هتلاقي ارقام المسائل اللي عندك موجوده والمسائل والاكزامبلز محلوله. تمام طيب عاوزين بقى ننتقل لنقطه ثانيه. يبقى احنا اللي شفناه دلوقتي عملنا ديفينيشن بسيط جدا ايه هي التمبرتشر والفرق بينها وبين الهيت وشفنا السكيلز المختلفه لقياس التمبرتشر من سليزيوس لفهرنهايت لكلفن سكيل. طب هنشوف بوينت تانية
بوينت مهمه جدا في غايه الاهميه لاي مهندس، وهي عباره عن الثيرمال اكسبانشن. ايه هي بقى الثيرمال اكسبانشن؟ الثيرمال اكسبانشن يعني التمدد الحراري، دي ظاهره طبعا بتحصل حوالينا تقريبا كل يوم وبنشوفها ومعتادين عليها، بس ناس كتير ما بتكونش واخده بالها. المفروض انت كمهندس تكون عارفها كويس جدا. تمام؟ ايه بقى الثيرمال اكسبانشن؟ الثيرمال اكسبانشن ده عباره عن ان بيحصل تشينج في الشكل الماده من تغير في الاريا او الفوليوم او الدينستي او الشكل العام بتاعها طبقا للتغير في التمبريتشر بتاعتها. يعني لو حصل تغير في درجه حراره الماده فبيحصل تغير في الفوليوم بتاعها او الدينستي او الاريا او الشكل العام. طب واضح جدا من الكلام ان ده ديبينس على تمبريتشر، درجه الحراره، وطالما جبت سيره التمبريتشر يبقى ده بيعتمد على الكاينيتك انرجي للموليكيولز المكونه للماده. اوكي، كل ما بيحصل ان درجه الحراره تزيد يعني معنى ذلك الكاينيتك انرجي تزيد، هيحصل فايبريشن اكتر، فالسبيس بتوين الموليكيولز بتزيد، فبالتالي بيحصل او بتتم عمليه الاكسبانشن. اوكي، طيب زي ما في اكسبانشن باي هيت، في عمليه الكونتراكشن باي كولينج. يعني لو انا عندي جسم بيحصل هيت ان او هيت اوت، يعني بديله هيت او اخد منه هيت، فبالتالي ممكن يحصل عمليه الاكسبانشن او الكونتراكشن. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى كل ما يحصل عمليه اكسبانشن او كل ما تزيد درجه الحراره، بالتالي الموليكيولز بتاعت الماده السبيس او الانتر اتوميك ديستانس بينها بتزيد، فبالتالي تتم عمليه الاكسبانشن. لو حصل كولينج للماده بيحصل ايه؟ ريكومباينيشن للاتومز دي، فبالتالي ها بيحصل ريدكشن في الماده او بنسميه الكونتراكشن. اوكي، طيب نيجي نتفرج كده. بص يا باشمهندسين، ده تطبيق كلنا بنشوفه اهو، زي ما انتم شايفين، زي ما حضراتكم شايفين هنا، ادي البريدجز دي. اي كوبري بيجي عشان يتعمل في الفواصل بتاعه الكوبري دي مهمه جدا اهو. هنا سايبين سبيس، ايه السبيس دي متسابه ليه؟ او الريل ستيشن مثلا هنا في القضيب بتاع القطر مثلا او السكه الحديد، هنا لازم ما بين كل سيكشن او كل طول معين بيبتدي يسيب مسافه. هل المسافات دي محطوطه كده هباء ولا دي مدروسه ودي ديستانس محطوط؟ لو حضراتكم هتشوفوها هتلاقوا الديستانس دي يونيفورم ديستريبيوتد، هي متوزعه بانتظام وهي قد بعض كلهم ايكوالز. يعني هنا الديستريبيوشن بتاعهم اهو زي بعض كلهم. طب مين اللي حسب الديستانس دي؟ طب ليه ما كبرناهاش او صغرناها؟ ليه؟ دي ديبينس على ايه؟ دي بتعتمد على نوع الماتيريال المستخدمه هنا. باجي اقول والله الكوبري ده طبقا لطبيعه البلد، خلي بالك، طبقا لطبيعه الانفايرمنت اللي عندك، والله لا ده انا الحر عندي في الصيف بيبقى درجه الحراره عاليه جدا، فبالتالي هيحصل عمليه اكسبانشن هنا، هيحصل عمليه الاكسبانشن. طب الاكسبانشن ده ادرسه هيكون قد ايه مع ارتفاع درجه الحراره؟ وعلى ذلك ابتدي اعمل الديزاين بتاعي واسيب الجابز اللي انتم شايفينها دي كلها. نفس الكلام بيتقال برضو في حاله اهو، لو عندي قضيب للسكه الحديد هنا، طبعا هنا زي ما انتم شايفين ده ميتال اهو، ميتال، فالميتال ده ايرن حديد، فبالتالي بيحصل له عمليه اكسبانشن مع درجه الحراره، ودرجه حراره طبعا ده معرض للشمس. اوكي، طيب فلازم ما بين كل سكشن والتاني بسيب جاب صغيره جدا عشان اعمل حساب الثيرمال اكسبانشن. إيه؟ طبعا المسافات دي عشان تتحسب ليها ايكويشن بسيطه جدا، معادله صغيره جدا هنشوفها حالا، ودي معلومه مهمه جدا لازم كلكم تعرفوها. طيب حتى هنا بصوا كده، طبعا الكلام ده مهم جدا كمان لازم يعرفوه طلبه تشييد وطلبه عماره، مهم جدا. هنا عندي الولز، الحوائط، ما دي بتتكون ايه؟ الماتيريال اللي عندي هنا دي عباره عن طوب. طب هو الماده دي كلها الكومبوزيت ده كله مع بعض ده ممكن يحصل له اكسبانشن؟ اه طبعا. يعني هل شرط الاكسبانشن يحصل للميتال بس؟ لا، ممكن يحصل هنا كمان طبعا. اوكي، فلازم يؤخذ في الاعتبار. خلاص يا باشمهندسين. طيب لو بصينا كده نشوف بقى ازاي نحسب قيمه الاكسبانشن اللي بيتم. لو انا عندي رود بسيط كده وادي معادله صغيره جدا، ازاي نحسب الاكسبانشن؟ انا لو عندي هنا اهو ادي رود، اللينس بتاعه النوت ده الانيشال لينس بتاعه يعني الطول بتاعه، جيت عملت له هيتنج، عملت تشينج في التمبريتشر دلتا تي، يعني عملت هيتنج، فلقينا ان اللينس اوف رود زاد بمقدار قد ايه؟ دلتا ال. اوكي، عاوز احسب مقدار الزياده،
كيرنت، يعني عاوز احسب الجزء الزياده ده. نحسبه ازاي؟ ادي الدلتا ال واضح جدا ان دي دايركت بروبوشن مع مين؟ مع ال نوت ومع الدلتا تي، لان دي طبعا دي بتعتمد على الطول الكلي الاساسي الانيشال لينس، وبتعتمد على الديفرنس في التمبرتشر. اوكي طب يعني دلتا ال ها دايركت بروبوشن مع ال نوت دلتا تي، يعني معنى ذلك ان الدلتا ال ايكوال كونستانت في ال نوت دلتا ال. ايه الكونستانت ده بقى؟ ده بيعتمد عليه، ده ديبينس على نوع الماتيريال دي المصنوع منها الرود. ده بيسمى كوفيشن اوف لينير اكسبانشن، كوفيشن اوف لينير اكسبانشن طبعا قيمته محسوبه ومدروسه، طبعا اتحسبت ومحطوطه في تيبلز، حاجات ستاندر انت ممكن بترجع لها طبقا لنوع الماده اللي حصل لها عمليه الهيتنج او اللي حصل لها عمليه الاكسبانشن. تمام، يبقى بالتالي اقدر احط معادله مبسطه جدا اهي، بقول والله الزياده في الطول، خلي بالكم ده اللي تشينج في الدايمنشن، دلتا ال ده مقدار الزياده دلتا ال ايكوال الفا ال نوت دلتا تي، حيث الفا ده لينير او كوفيشن اوف لينير اكسبانشن. ده موجود عندي طبعا، كنت مش بتحفظ، ده موجود ستاندرد في تيبلز زي ما هنشوف دلوقتي هوريها لكم حالا. اوكي ال نوت ده الانيشال لينس، والدلتا تي ده الديفرنس في التمبرتشر اللي حصل. طيب طيب يبقى ده في حالة اللينير اكسبانشن، لو انا عندي رود وحصل له عملية الاكسبانشن. طب هل ممكن يحصل فوليوم اكسبانشن؟ اكيد، ما هو طالما حصل عملية اللينير اكسبانشن يبقى بالتالي في فوليوم اكسبانشن. اوكي طب الفوليوم اكسبانشن تأكد تماما هو نفس الاكويشن السابقة اهي. بص يا باشمهندسين، انا لو بصيت تحت هنا اهي، دلتا ال ده كان بيمثل، ده ريبريزنت الزياده في الطول اللي حصل نتيجه الهيتنج. تمام طيب انا عاوز بقى مش اتكلم على الزياده في الطول، عاوز اتكلم على الزياده في الحجم في الفوليوم ذات نفسه. اوكي نفس الايكويشن اهي، دلتا في ايكوال مقدار كونستانت، طبعا هيختلف بقى، مش هنقول بقى لينير، مش هقول كوفيشن اوف لينير اكسبانشن، لا هقول ايه بقى؟ كوفيشن اوف فوليوم اكسبانشن اهو. يبقى الدلتا في ايكوال بيتا في الفي نوت دلتا تي، حيث الفي نوت ده بيمثل الانيشيال فوليوم بتاعي. طيب ازاي الكلام ده ازاي؟ اهو الاول بس قبل ما نشوف ازاي، انا لو بصيت هنا ده اللي هو الفوليوم اكسبانشن هنا مش مهندسين، او اللينير اكسبانشن، عاوز اجيب اليونت بتاعته اهو هنا او هنا، عاوز اجيب اليونت بتاعته. يلا مين شاطر كده؟ بص كده عاوز احسب اليونت، ده اليونت بتاعت الالفا دي بايه؟ طبعا هنا لينس، ها كنسل مع اللينس، هنا دلتا تي يعني سليزياس، تنزل هنا يبقى ده سليزياس ها نيجاتيف 1، يعني معنى ذلك ان الالفا ها سي ماينس 1. اوكي زي بالظبط هنا اهي البيتا، يبقى اذا اهي اهي اليونت، اليونت للكوفيشن اوف فوليوم اكسبانشن او لينير اكسبانشن هي سي ها نيجاتيف 1. اوكي طيب بصوا كده شويه اهو، ناخد كده اكزامبل بسيط جدا. انا لو عندي كيوب زي ده مكعب اهو، والدايمنشن بتاعته لينس ويتس هايت اهو، ال نوت ال نوت ال نوت، دي الدايمنشنز بتاعته. جيت عملت عمليه هيتنج، هل الهيتنج جنب واحد فقط اللي حصل له عمليه اكسبانشن، ولا الثلاثه ان ذا سيم تايم؟ لا ده الثلاثه اللينس والويتس والهايت هيحصل لهم عمليه الاكسبانشن. تمام بعد الهيتنج، بعد ما يحصل عمليه هيتنج اهي، يعني تي بلس دلتا تي، بعد ما يحصل هيتنج الاقي الثري دايمنشنز عندي ال نوت بلس دلتا ال، ال نوت بلس دلتا ال، ال نوت بلس دلتا ال، حصل عمليه اكسبانشن. طيب الحجم الفوليوم عشان احسبه، الفوليوم ايكوال ايه؟ ها الفوليوم لينس فويس تايمز هايت، يعني معنى ذلك اقدر اكتب المعادله بتاعتي الدلتا في اللي هو ده الزياده اللي حصلت في الفوليوم ايكوال اهو ده الفي، الفي ها باشمهندسين ده الفي الجديد ماينس الفي انيشيال. اوكي طب بمعادله بسيطه جدا، اعوض تعويض بسيط جدا، ده في ايكوال ال نوت في 1 بلس الفا دلتا تي كيوب ماينس ال نوت كيوب، طبعا انا بتعامل مع فوليوم. تمام يعني معنى ذلك ان الدلتا في في الحاله دي ايكوال 3 في نوت الفا دلتا تي. ايه ده جت منين دي؟ ها دلتا في ايكوال 3 في نوت الفا دلتا تي. ليه بقى؟ لان انا بتعامل هنا مع ماده سوليد، الماده السوليد دي هل الماده دي هنا نوع وهنا نوع وهنا نوع، ولا كلها نوع واحد؟ لا دي كلها نوع واحد،
فبالتالي لما اجي احسب الالفا هنا عشان احط الكوفيشن بتاعي يبقى هنا في زياده بالفا والفا والالفا بتاعت الماده دي ثابته، فهنا حصل فوليوم اكسبانشن. طالما فوليوم اكسبانشن في اللينس والويدث يعني في الثلاث جوانب دول، فبالتالي تظهر عندي 3 دي اهو في 3 دايمنشن. فمعنى ذلك الدلتا في ايكوال 3 الفا تايمز في نوت اهي دلتا تي. ده المين ده في حاله لما اكون بتعامل مع ماده سوليد. يبقى عشان لما يحصل عمليه اكسبانشن او عمليه هيتنج لماده سوليد، فعشان احسب الدلتا في بستخدم الايكويشن بتاعتي البسيطه دي. طب لو انا عندي بقى ليكويد او جاز عاوز احسب الدلتا في ما يحصل اكسبانشن، اوكي. طب احسب الدلتا في ازاي؟ باستخدام المعادله بتاعتي البسيطه جدا، ان دلتا في ايكوال في نوت بيتا دلتا تي، حيث دي ده الكوفيشن اوف فوليوم اكسبانشن للماده المستخدمه، اوكي. وده بيكون ستاندر، وزي ما حضراتكم شايفين كده اهو، ده تيبل بسيط جدا بيديني هنا ديفرنت ماتيريالز اهي زي ما شايفين، من الومنيوم للكونكريت للكبر للجلاس وهكذا، وبيديني فوق هنا الافريج لينير اكسبانشن كوفيشن، وهنا برضو بيديني ديفرنت ليكويد او جازز. هنا ادي الديفرنت ليكويد او جاز والاكسبانشن بتاعهم اللي يحصل لكل 1 ديجري سنتيجريد. يعني ايه؟ خلي بالكم دايما لما تيجي تبص في تيبل ما تبصش كارقام وتمشي، لازم تكون فاهم ايه ده. ده معناه ان كل ارتفاع في درجه الحراره 1 ديجري سليزيوس ان الفوليوم هنا بيزيد بمقدار قد ايه؟ اهو بالفاليوز اللي عندك دي كده كلها. يبقى معنى ذلك هنا برضو في حاله السوليد ماتيريال، حاله السوليد ماتيريال برضو لو انا عندي حصل تشينج في التمبرتشر بمقدار 1 ديجري هيحصل زياده، هيحصل هنا زياده في الطول او هيحصل عمليه الاكسبانشن بالمقدار الاقصادي ده اللي حضراتكم شايفينه. اوكي يا باشمهندسين. طيب لو عشان نعرف بس التطبيق واهميه، عشان اعرف اهميه حته الاكسبانشن او جزئيه الاكسبانشن مهمه جدا جدا لازم تؤخذ في الاعتبار في حياتنا اهو على هذا الاساس. بصوا حضراتكم كده يا باشمهندسين، steel and concrete and in fact most solids expand when they're heated. Not by much, it's not very obvious, but their expansion is hugely important in the construction of all large bridges and buildings. Here I've set up a simple demonstration to show you how much of this iron rod will expand. هنا زي ما حضراتكم شايفين one end of the iron rod is fixed to the retort. هيبتدي يعمل هيتنج للرود. The other end is free to move. فيبتدي يزيد في الطول، فيبتدي يحرك العلامه الزرقاء اللي انتم شايفينها دي، يحصل عمليه روتيشن اهو. خلي بالكم هو بيعمل حاجتين، هيعمل هيتنج ويسيبه لحد ما يحصل كولينج اهو، هيبتدي يعمل هيتنج اهو. بص الروتيشن، الروتيشن ده معناه ان الطول ابتدى يزيد. حصل هنا اكسبانشن للميتال المستخدم. When I turn off the gas, the iron starts cooling down. دي كده اكسبيرمنت بسيطه بتورينا عمليه الاكسبانشن. ادي يحصل عمليه كونتراكشن. كده حصل كولينج، كده بيحصل كولينج. And the straw is also rotating as a result. It turns out that if you heat a 20 meter long steel beam from 10 degrees Celsius. طبعا هنا بيديني ديفرنت ماتيريال كده، وايه اللي بيحصل لها لما بيحصل عمليه الاكسبانشن؟ الزياده بتكون بمقدار قد ايه؟ A same sized concrete beam will expand. ادي الستيل والكونكريت. But an aluminium beam والألومنيوم expand by double that if you heat it by the same amount. It's not much expansion. بص الألومنيوم أكتر ماتيريال حصل لها عملية إكسبانشن مع الهيت. طيب أنا عندي بقى كوبري زي ده، بريدج كده زي ده، لازم يؤخذ في الاعتبار عملية الإكسبانشن. إزاي؟ أهو زي ما حضرتك شايفين كده، التو جابس دول، التو جابس دول لازم يتساب عشان لما يحصل إكسبانشن للميتال أو الكونكريت في الكوبري أهو. That rests on two piers. To accommodate for expansion and contraction, the span is not actually attached to the piers, but is free to move between the expansion gaps. When it's hot, the concrete span expands and fills the gaps, and the gaps get smaller. When it's cold, the concrete contracts, that is, it shrinks, and the expansion, expansion gaps. Here, I've been hugely exaggerating the expansion and contraction. If the central span was bolted into the piers would be pushed outwards and pulled inwards as the span expanded and contracted, and cracks would form on the piers.
بتدي برضو flexibility في الحركة. From shedding light on heat episode 3, thermal expansion. Using highly engaging visuals and هنا حصل عملية expansion للليكود المستخدم. Students everything that they need to know about heat. هنا يحصل expansion برضو. Its effect on things غلط. And how it transfers from one thing to another. In episode 3, thermal expansion, we look at the fact that substances expand when they get hot and contract when they get cold, and we explain why they do. We look at how thermal expansion can be a real nuisance. شفت اللي حصل الكنز هنا ليه؟ لان دي سيل مقفوله تماما، حصل اكسبانشن للليكويد اللي جوه. You can read a full transcript of the video that has lots of screen grabs at www.liaquaseducationalmedia.com. يعني تقريبا اللي احنا عاوزين نقوله ان انت كمهندس لازم تاخد بالك كويس جدا، ولازم تكون فاهم لجزئيه الاكسبانشن واهميتها في حياتنا. اوكي طيب، لو خدنا كده تطبيق بسيط جدا، مساله صغيره جدا بس هي الحقيقه يعني عجبتني كده، تطبيق مهم. لو قرينا مع بعض فوق كده يا باشمهندسين، بصوا هنا بيقول لي 70 لتر ستيل جاز تانك، يعني عندي تانك فيه جاز وده الكباسيتي بتاعته 70 لتر. اوكي طيب خدوا بالكم، دي is filled to the top، يعني مليان للاخر. ده عربيه كده فيها تانك بنزين مثلا ومليان للاخر، وده مصنوع من ماده الستيل. كان عند درجه حراره كام الجازولين اللي هو داخل التانك ده؟ كان الجازولين عند درجه حراره 20 ديجري. اوكي طيب، فبيقول لي والله لو التانك ده اتعرض لتغير في درجة الحرارة وصلت التمبريتشر بتاعته 40 ديجري، يعني اتغير من 20 ل 40 درجة، يعني درجة الحرارة، ولنفرض انه محطوط في الشمس، تانك بتاع بنزين ومحطوط في الشمس، درجة الحرارة غيرت من 20 ل 40 تمام؟ وراح جاي حطيت لي هنا، خلي بالكم بقى عشان ده لما تيجي تحل مسائل، حطها لي بالفهرنهايت 104 فهرنهايت، ممكن انا اديها لك بالفهرنهايت تحولها لسليزيوس، اوكي؟ فبيقول لي how much gasoline do you expect to overflow، يعني انت تتوقع هل هيحصل overflow للجازولين ده من التانك لما حصل change في temperature؟ بس فبيقول لك احسب ذلك بقى، يعني معنى ذلك نقول نبسط الموضوع خالص كده، ادي عندي جازولين موجود داخل ستيل تانك مصنوع من مادة الستيل، الكباسيتي بتاعته 70 لتر، عرضته للchange في temperature من 20 ل 40 degree، فهل هيحصل الجازولين ده يحصل له اوفر فلو، يعني هيقع من التانك؟ نحسب. يبقى مين اللي هيلعب الدور المهم جدا؟ هي عمليه الاكسبانشن. اكسبانشن لمين؟ للماتيريال اللي جوه التانك ولا للتانك ذات نفسه ولا للاثنين؟ لا، هنلاقي هيحصل عمليه اكسبانشن لماده الستيل المصنوع منها التانك ده، وهيحصل عمليه اكسبانشن للليكويد اللي هو الجازولين اللي موجود داخل التانك. فحضرتك تحسب لي بقى الفوليوم اكسبانشن للتانك، ونحسب الفوليوم اكسبانشن كمان للليكويد، اوكي، ونشوف هل هيحصل اوفر فلو ولا لا. اهو بصوا لحضراتكم كده، اهو هناخد بقى الجازولين ده. طبعا الجازولين ده اكيد ده ماتيريال، عشان اروح استخدم الفوليوم اكسبانشن كوفيشن فلازم ده مش هحفظ، ده بيكون جيفن، اوكي، او اروح اجيبه من التيبل اللي عندي. فاهو عشان احسب دلتا في، دلتا في اطبق القانون البسيط جدا اللي عندي، دلتا في ايكوال بيتا في نوت دلتا تي. دلتا في ده الزياده في الفوليوم، ده الجزء الزياده في الفوليوم، ايكوال بيتا حيث البيتا دي فوليوم اكسبانشن كوفيشن، الفي نوت ده الانيشال فوليوم، دلتا تي ده اللي تشينج في التمبريتشر. طيب تعويض بسيط جدا زي ما حضراتكم شايفين هنا، المقدار ده جيفن، ده بيمثل بيتا، بيكون جيفن في المساله. طب وادي عندي الانيشال فوليوم 70 لتر، وعندي الديفرنس في التمبريتشر دلتا تي. طيب لقيت ان الزياده في الفوليوم بتاعت الجازولين الماده اللي هي داخل التانك 1.3 لتر، 1.3 لتر. طيب وبعدين نيجي بقى نروح نحسب الدلتا في، ها ويز ريسبكت لمين بقى؟ لماده الستيل المصنوع منها التانك. اهي اروح جاي نازل تحت، طبعا ماده الستيل دي ماده سوليد، اهي اروح جاي مطبق القانون بتاعي ان الدلتا في ايكوال ها 3 الفا اللي هي 3 الفا او الفا على طول او البيتا بتاعت الستيل ده، كويس، في الانيشال فوليوم في الدلتا تي. طبعا الفاليو دي الرقم ده جيفن انا بديه لك في المساله، ده
الفوليوم اكسبانشن كوفيشن لمادة الستيل. الفوليوم اكسبانشن كوفيشن لمادة الستيل ده. من هنا الاقي ان الدلتا في ايكوال 0.049 لتر، يعني الحجم بتاع التانك هيزيد بالمقدار ده. طب ايه رأيكم بقى؟ مين المقدار الزيادة الاكتر؟ المادة الجازولين اللي داخل التانك ولا الستيل اللي هي المادة المصنوعة منها التانك؟ لا، هلاقي طبعا هنا فوق اهو ان الجازولين اللي داخل التانك هيزيد بمقدار 1.3 لتر. طب ده هو كان 70 لتر والزيادة بتاعته 1.3 لتر، يبقى توقع ايه؟ هتوقع اهو بيقول لك انت ايه هتوقع ايه فعلا اهو هتوقع ان في جزء اهو بصوا كده انا كاتب ايه تحت more than liter of gas ها could spill out، يعني معنى ذلك ان في جزء من الجازولين ده ممكن يقع على الارض. تخيلوا بقى اهميه الاكسبانشن، سكان فوليوم او لينير اكسبانشن، مهم جدا في حياتنا. اوكي طيب اخيرا اخر حاجه بس هدي لكم مساله هي مهمة جدا، الحقيقة عجبتني فهي مهمة جدا وتطبيق مهم جدا. انا مش هديها لك كمسألة وعشان امتحان، لا انا هديها لك مسألة عشان تفكر وعشان تحس باهمية البوينت اللي احنا بنتكلم فيها. طب اقروا كده فوق يا باشمهندسين، انا لو قريت كده اهو بص هنا The Trans Alaska Pipeline is كام 1300 كيلومتر، يعني عاوز يقول لي في بايبلاين انابيب نقل بترول اللينس بتاعها زي ما انتم شايفين ها 1300 كيلومتر، يعني 1300 كيلومتر لونج ده طولها. اوكي دي والله دي واصله بين تو بيز ما بين مدينتين. اوكي يبقى ده عباره عن بايب لاين ماشي فيه بترول. اوكي بيقول لك ده اتعرض لديفرنس في التمبريتشر بتوين كام ها نيجاتيف 73 كلفن سليزيوس، نيجاتيف 73 سليزيوس، يعني تخيلوا بقى دي درجة الحرارة دي كام؟ نيجاتيف 73، نيجاتيف 73 يعني دي درجة تجمد، تقريبا درجة تجمد. حتى أصبحت درجة الحرارة بتاعته كام؟ 37 سليزيس. اوكي؟ يعني حصل فرق كبير جدا في درجة الحرارة. طبعا احنا عارفين محيطات بتتعرض طبقا لطبيعه الدوله او الموقع بتاعها لانخفاض شديد في درجه الحراره، ثم بعد كده بتزيد درجه الحراره. فهو بيقول لي ايه هنا في السؤال بتاعه بقى، بيقول لي انت تتوقع الزياده في طول البايب لاين ده هتكون قد ايه لما يتعرض لدرجه الحراره دي، يبقى اللينس اللي هيحصل الزياده قد ايه. وبعدين راح جاي حاطط لي سؤال جميل جدا، بيقول لي ها هاو كان ذيس اكسبانشن، ها يعني بيقول لك الاكسبانشن ده احنا ممكن نتغلب عليه ازاي. بس يعني الحقيقه مساله في منتهى الجمال، مش مساله عشان امتحان وتحل، لا لازم تكون فاهم. طب احنا لو طبقنا المعادله بتاعتنا اهي معادله بسيطه جدا اهي دلتا ال، طبعا ده لينير اكسبانشن عشان ده بايب لاين هيحصل لينير اكسبانشن، يبقى دلتا ال ايكوال الفا في الدلتا اي في الانيشال فوليوم الانيشال لينس دلتا تي. تمام طب الالفا دي كونستانت اديها لك اهي عشان ده البايب لاين مصنوع من ماده ستيل، فانا بدي لك الالفا بتاعت الستيل اللي هي اللينير اكسبانشن جيفن. طب الانيشال لينس اهو عندي 1300 كيلومتر اوكي سبستيتوت بيها. طب الدلتا تي بقى تعالى هنا بقى دلتا تي، تي انيشال ماينس تي فاينل. طب التي انيشال تي فاينل ماينس تي انيشال، التي فاينل عندي كانت كام؟ التي فاينل ده درجه الحراره اتغيرت من نيجاتيف 73 ل 35، يبقى 35 دي التي فاينل اهي اهي ماينس عشان اجيب الدلتا ماينس التي انيشال، يبقى ده يديني بلس على طول. اوكي اعوض تعويض مباشر الاقي ان الدلتا ال ايكوال 1.54 كيلومتر. يعني ايه؟ يعني البايب لاين دي لما تتعرض لدرجه الحراره دي او التغير في درجه الحراره دي الطول هيزيد عندي بمقدار بصوا قد ايه 1540 تقريبا 1540 ها متر او 1.54 كيلومتر. اوكي طبعا دي زياده لازم تؤخذ في الحسبان، ما اقدرش اهملها. يعني طبعا صحيح البايب لاين الطول الاصلي بتاعه 1300 كيلومتر، لكن الزياده 1.54 كيلومتر برضه مهم. تخيلوا بقى 1.54 او 1540 متر طبعا طول مهم جدا.
طب انا حسبت كده الزياده اللي حصلت في الطول، فبيقول لي بقى في المساله انت تتوقع ان ممكن نتغلب على طول الزياده دي ازاي لو تعرضنا لدرجه التغير في درجه الحراره دي، نعمل ايه؟ وسابها بقى للطالب، الطالب يقول اقتراحاته. اوكي، وراح جاي انا حاطط لكم الحل تحت اهو، ان جه قال لي ان ما بين كل سيكشن والتاني اهو، ما بين كل سيكشن والتاني يا باشمهندسين ممكن احط دي، يعني اعمل تيوب على الشكل ده بحيث ان دي تكون فليكسبل لما يحصل عمليه الاكسبانشن، يبقى التيوب دي او البايب لاين رايح جاي معايا كده يحصل له يبقى فليكسبل، فبالتالي ما يحصلش عمليه البيندنج او ينحني او يحصل كراك للبايب لاين ده. ده حل على فكره، ممكن حد تاني عنده حل افضل، ما فيش مشاكل. اوكي، زي ما انتم شايفين موضوع الاكسترمال اكسبانشن في غايه الاهميه. ارجو ان احنا نكون او اكون وصلت لكم معلومه. احنا بنهايه المحاضره عملنا غطينا ثلاث نقط. اولا عرفنا يعني ايه ثيرمال اكريبيا، ويعني ايه زيرو لوف ثيرمودينامكس، عرفنا ازاي نقيس التمبرشر وانواع الثرمومترز المختلفه والديفرنس سكيل للثرمومتر، وخدنا اخر معلومه اللي هي الثيرمال اكسبانشن للفوليوم او للسوليد. ان شاء الله باذن الله نلتقي بقى في المحاضره الثانيه عشان نبتدي نكمل، بس نتكلم في السبيسيفيك هيت واللاتنت هيت ان شاء الله. وشكرا جزيلا لكم يا باشمهندسين، ارجو بقى تشدوا حيلكم، ويا ريت كل واحد منكم يكتب نوتس بالمحاضره، ويحاول عنده كتاب روح افتح الكتاب من على الموديل على البلاتفورم، هتلاقي كورتكس، افتح الكتاب وحاول تتصفح، حاول تقرا عشان تزود معلوماتك. وشكرا جزيلا لكم.